نشرت القوات المسلحة فيديو وثائقي عن الفريق إبراهيم العرابي الذي يعد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، قائد الفرقة 21 المدرعة خلال الحرب. ولد الفريق إبراهيم العرابي في 20 مايو من عام 1931 بمحافظة الغربية، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1950 ضابطا بسلاح المدرعات. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها، عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. ومن بين هؤلاء الرجال الفريق إبراهيم العرابي، قائد الفرقة 21 المدرعة أثناء حرب أكتوبر. ولد الفريق إبراهيم عبد الغفور العرابي في 20 مايو عام 1931 بمحافظة الغربية، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1950 ضابطا بسلاح المدرعات. كان أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار، حصل على ماجستير العلوم العسكرية من أكاديمية فرنز بالاتحاد السوفيتي، ودورات من كلية الحرب بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. شارك في العديد من الحروب مثل حرب اليمن وحرب يونيو عام 1967 ونصر أكتوبر عام 1973 كقائد للفرقة 21 المدرعة، حيث كان للفرقة 21 المدرعة دورا كبيرا كأحد أهم مفاتيح النصر العظيم. وبعد انتهاء الحرب تدرج في المناصب حتى شغل منصب قائد الجيش الثاني الميداني عام 1980، ثم منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، فمنصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ثم عين رئيسا للهيئة العربية للتصنيع عام 1987. نال الفريق إبراهيم العرابي العديد من الأوسمة والنياشين، منها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1987. وفي سبتمبر من عام 2019 فاضت روح البطل إلى بارئها، وودعته مصر وقواتها المسلحة بما يليق به كقائد عظيم من قادة نصر أكتوبر المجيد.